البنات نهاركم زين ان شاء الله. جيت اليوم ندير معاكم وصفه لي مادلين، وصفه اللي شحال من خطره بارطاجيتها في الجروب وشحال من خطره قلت لكم عليها، وكل خطره تعودوا تطلبوها قلت نديرها لكم اون فيديو. هاد الوصفه في الاصل هي الوصفه اللي تربيت عليها، تربيت بها انا خياتي في دار نايتو، وصفه مامتي العزيزه. دونك دوكا ماشي نقول مامتي اللي اخترعت الوصفه، بصح انا تعلمتها على يما. تخرج كميه وفيره وسهله. دوك لي كاب كيك ولا لي مادلين كما تعودنا حنا نقولوا لهم، بزاف اللي يقول لك ديري لاباط وخليها تريح باش يخرجوا لك ملاح. ما نكذبش عليكم، انا هاد الوصفه دي فوا ندير لاباط حتى نكمل شغلي باسكو نكون لاتيه ومن بعد باش نطيبها، دي فوا نديرها ونطيبها او ميم طون سي لو ميم ريزولتا. انا ما شفتش فرق بيناتهم والله اعلم، ولا كاين فرق قولوا لي. بون واش نسحقوا لهاد الوصفه؟ نسحقوا 4 حبات بيض، نسحقوا كاس معمر سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت. دونك نعاود 4 حبات بيض، كاس سكر، نص كاس حليب، نص كاس زيت، لو زيست تاع القارص. هاكم تشوفوا انايا درت زيست تاع زوج حبات تاع سيترون فير، لا فاني، زوج لا لوفور والخميره والفارينه بيان سور. نخدموا غير بالفوي، ندير 4 حبيبات بيض تاعي او ميم طون راني نعاود لكم في لي ميزور. اليوم الجمعه ان شاء الله نسيي نحطهم لكم في دو دابخي ميدي باش هكذا كما يقولوا ديروهم للويكاند، ولا انا كي نديرهم يشدوا لي دو جوغ. ولا هاي ليك 4 حبيبات بيض، اليوم الجمعه كما قلت لكم صلوا على النبي، كثروا من الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. بون درنا 4 حبيبات بيض، درنا لو زيس دو سيترون، نديرو كاس معمر سكر. الكاس تاعي يرفد 220 مليلتر. هاي نخلطوهم، نخلطو خفيف، شوفوا غير شويه ماشي شرط يذوب السكر. هاكا ريحة القارص راهي دايره حاله. نزيدو هنايا الزيت تاعنا، قلت نص كاس زيت، هي وصفه ساهله. خلطو حتى تنسجم الزيت مع البيض والسكر. فوالا قلت لكم كاين وصفات بزاف، بصح انا درت هذه وصفه ميمتي اللي مالفا بها اللي ما اعتمدتها. الحليب نديرو قرصة الملح نعدلو بها الذوق. فوالا لا بانسي سال. انا كان ما نتفكرهاش هكايا ولا غدي فوالا بليبار دو طون ننساها. دوك نبدا نزيد في الفارينة داكوغ، وعندي لا لوفيغ ولا فاني مازال ما درناهاش. انا مالفا ما نعبرش الفارينة بصح دوك معاكم نعبرها لكم. دونك قلت الكاس تاعي رفد 220، دونك هانا درنا الكاس الاول، ندير معاه زوج باكيات خميره. كيما سامحوني على البغوي تاع الماشين، كيما كل باكي كل زوج حبيبات بيض باكي خميره. نزيد الكاس الزاوج كومبلي، نخلط ونبدا نضيف في الكاس الثالث بالعقل، نضيف النص نزيدو لافاني، ندير اون بون كويير باسكو انا نحب لو غو دو لافاني مع لو غو تاع الخميره. لا فاني كيف كيف صيروها باسكو دي فوا تتحبب. درت اون كويير كافي دو فاني. شوفوا دوك نفهمكم، اللي تحب تزيد لها سيترون كيما حنزيد لها هنايا لو جو سيترون
تكمل الكاس الثالث او كومبلي. دونك تاكلنا كيسان نتاع فارينا. دوك تشوفوا دوك تبان لكم ثقيله هكذا. كملنا ثلاث كيسان تاع فارينا. واش نزيد لهنايا؟ عندي قيس 2 كويغ سوب ولا 3 نتاع سيترون تاع لو جو سيترون. علاش؟ بور اكسونتوي لو غو تاع لو سيترون. نتوما ويلا ما عندكمش لو جو دو سيترون تقدروا تزيدوا جوست ما يغلي قيس 3 كويغ سوب ريحه مدخفه لي مادلين ديالكم. بصح لو جو سيترون راح يخليها تكون مخالفه، هاوليك القوام تاع المادلين ديالنا. دوك انا نخليها دو كوتي، نروح نوجد لي كيسات تاعي. و فوايي اني فت فيها دوك لو طون، نروح نجيب السنيوه نحط لي كيسات تاعو ديجا تكون هي ريحت، ومن بعد نطيبوها مع بعض. هذا هو القوام. ان شاء الله هكا نكون لبيت الطالب، باسكو شاك فوا ديرينا لي مادلان ديرينا لي مادلان هايليك. شوفوا كي ديروا لو جو سيترون مع التالي ميم اللون تاعها يتبدل وتجيكم كميه وافره. ونتلاقاو من بعد. خليته ريح ميم با 10 مينوت ولا لو طون لي وجدت. عندي هاد لو مول درت له لي كيسات، وعندي هاد لي بتي مول هادو من زمان انا عندي، راهم عندهم كتر من 15 سنه هما عندي. دونك كيما عندكم ديروا هاد الوصفه تصلح هكا للمادلين كوم تصلح للبسكوتو لي كيك. تقدروا ديروها لبليزيوغ شوز تو سامبلومون. نحي الفوم ديالي ونبدا نعمر. شوفوا القوام كيفاش يولي لو فات لي عاد شويه. دوك انا نبدا نعمر توجور نقولوا نعمروا لي 3 تيغ. دوك نوري لكم نجيبو اون بتيت كويير سينو نعاون روحي بها باش يهبط لو ميلونج باسكو لو ميلونج ديالي ثقيل. ما تجيكم قيس اون كويغ سوب معمره مليح في شاك مادلين في شاك كاب كيك. غادي يبان لكم كي راني نعمر. حاولوا كامل ما تقيسوش السنيوه تاعكم، و الا قستوها مسحوها مليح قبل ما تدخل الفوغ يولي ينحرق لكم ميتو. لو فوغ تاعي ديجا ويسخن، قلت لكم تقدروا تحضروا هديه في لاباط في الليله وصباح طيبوها. راكم تقدروا طيبوها تمتم سيتها بكل طرق ما يقولوا توجور لو ميم ريزولتا. انا هذه اللي تسلكني كسا سوا يجو ضياف شغل ديرنيغ مينوت هكا تحبوا تطلعوا على واحد على غيله تسهل عليكم. نكمل انا نعمر كامل ونتلاقى. هاي ليك لا كونتيتي اللي خرجت لي. عندي هنايا 12 وهنا 8 حبات، يسمى 20 حبه. قلت لكم يخرج كميه وفيره. تقدروا ديروا السكر العادي، تقدروا ديروا من الفوق للتزيين اي حاجه. انا شريت هاد السكر الخشين دونك ديروا هكذا حبيبات. كاين وين كثرت معليش. دوك لو فوغ تاعي قلت لكم راهو سخون، ندخلهم انايا الفوغ وشاعل من الفوق ومن التحت. دوك نقول لكم على واحد الحاجه، تقولوا لي علاش يجوا مشقين؟ هما نورمالمون اوتوماتيكمون يجوا مشقين باسكو خفافيتو، بصح معليش اللي تخاف ما يجوهاش مشقين. كي تدخلهم للفوغ يكون سخون، تشحل قبل من الفوق، تخليه شويه واحد 3 مينوت ولا يصهدهم لو فوغ من الفوق، ومن بعد تطفيه من الفوق وتشعلهم من التحت، تخليهم يطيبوا ومن بعد تعاود تحمرهم نورمال عادي من الفوق. فهمتوني؟ دونك الحاجه ميم في لي كوكيز في اي حاجه اللي تحبوا الحاجه تجيكم مشقه لازم الفوق يكون سخون. وكي تطفو طفو قبل من تحت تخلوه من الفوق برك شاعل لو طون. الحاجه هذه كيصهدها لو فوغ 3 مينوت 4 مينوت، ومن بعد تعاودوا طفوا لها من الفوق تشعلوا من تحت تخليها تخليوها طيب. سا دون لي في هذاك تاع تشقاق من الفوق. دوك انايا ندخلهم يطيبوا 180 داكور. قلت لكم لو فوق تاعي راهو سخون صافي، ملي بديت نفرق فيهم درت لو فوق سخون راهو سخون. دوك انايا نخليه شاعل شويه من الفوق باسكو انا تنحبهم مشقين، ومن بعد نطفيه من الفوق ونشعل من التحت. ك
كي نشوفهم طابولين شعل نشوفهم طلعوا بيانيتو نشعل لهم على جهه حمارو. هذه هي هادو هما لا غوسيط تاع لي مادلين تاعنا. ان شاء الله ربي يحفظ لي ميمتي اللي كانت ديرهم لي كنت صغيره وعلمتهم لي ويحفظ ميماتكم كامل فوالا ويرحم اللي توفى وغادرونا ويرحم جميع موتى المسلمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نروحو نطيبوهم ومن بعد نتلاقاو. مادلين ديالي بعد ما طابو هادو حبيبات منهم بيان سور شفتو لا كونتيتي خرجت لي 20 حبه. شوفوا شحال جاو شابين جاو مشققين. شوفوا انا الفوغ ديالي شويه مايل دونك كاين اللي راحوا لي بالكوتي شوف مي جو مشققين ويجو سورتو خفاف. شوفوا شتو لا شي في عباس تبرك فوالا. نتمنى تجربوهم يعجبوكم. شوفوا جاو فريمون تحفه هايلين ما شاء الله. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم و حطوا لي تعليقاتكم في لي جروب فيسبوك حتى في الجروب تاع خونا علي. ماذا بيا نشوفكم نشوف تطبيقاتكم في قلب اللوز العائلي العاصي بيتو. ونشكر منايا يعني نشكر خويا علي قلب اللوز علي على الدعم نتاعو كثر خيرو توجور يساندني بارك الله فيه في ميزان حسناته ان شاء الله. واختي شوشو وسيله اوسي نشكرها بزاف. نشكركم كامل على الوقفه تاعكم وعلى الدعم تاعكم للقناه. ونتمنى تزيدوا تابوني اكثر تشاركوا مع الاصدقاء تاعكم ديروا جيم لا فيديو وخلوا لي تعليق في اليوتيوب ان شاء الله. داكوغ نقول لكم هكذا تبقوا الوصفه وعينيكم مغمضين. هذه وصفه ميمتي ملي كنت صغيره وانا نديرها وهذه هي تخرج فريمون رائعه. دوك نقسم لكم حبه باش تشوفوها من الفوق. تحتاجوا حاجه تلقاوني في لاباج تاعي لما ابوناش لاباج يابونيها كويزين ليلى زيان سور فيسبوك و بيان كويزين ليلى زيان سور انستغرام ولا تيك توك. وتلقاوني تاني في لي جروب فيسبوك كما قلت لكم لمة العائله تبسمي روح السم ولا غوسيط ايكونوميكو اي رابيد ولا اوسي تقدروا عند خونا العزيز القلب اللوز العاصمي قلب اللوز علي. هيا هكا نخليكم نقول لكم صحة قهيوتكم والله يفرقنا بلادنا ان شاء الله. نقسم لكم وحده ناخذوا هذه شوفوا يطيب تري تري بيان كساسوا فليم الكبير ولا هدايا تاع زمان. شوفوا شوفوا كيفاش يجوا مهويين ما شاء الله. جربوهم ما رايحينش تندموا. سلام.